انك غير سلفي. حضرتك قلت يوجه الى انا حضرتك انا لا انتسب الى حزب ولا جماعه ولا مسمى. انا بتكلم في الدين. في الدين انا هذا فكري، انا احب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعه. السلفي السلفي يعني قد يكون متحزب، قد يكون يعني يعمل لفكره او يكون متشدد. لا لا انا لا اقول، انا لا اتكلم عن احد، انا اقول ان هؤلاء لهم منهجهم وفكرهم، اما انا فداعيه الى العباده، الى عباده الله. انا مسلم، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. هذه الايه هي منهجي، انا اعمل صالحا وادعو الى الله واقول انا من المسلمين. من المسلمين يعني لست افضل من حد ولا اعلم من حد ولا اكبر من حد، انا زي الناس. يعني لا ينسب اليك انك سلفي، معنى كلام حضرتك انت مسلم قبل ان تكون اي شيء اخر. اذا احد قال ان انا سلفي هو يقول، لكن انا ما بقولش ان انا سلفي. انت داخلك ايه؟ سلفي. سلفي.